دوك اليوم كاين واحد زيارة لمدينة تيتوان باش نتعرف على واحد التجربة اللي هي كانت تورتها المديرية الإقليمية اللي هي المجموعة المدرسية المندمجة. هذه المجموعة المدرسية المندمجة هي في الحقيقة مبنية على مؤسسة ديال الثانوي التأهيلي ومؤسسة ديال الثانوي الإعدادي مع المؤسسات المدرسية الابتدائية اللي هما الروافد ديال المؤسسات ديال الثانوي. وعندها واحد الدور، تتلعب واحد الدور اللي هو جد مهم، لا في مواضيع اللي عندها علاقة بالتوجيه، لا بمواضيع اللي هي عندها علاقة بالحياة المدرسية و الأنشطة المواجهية والأندية. تتلعب واحد الدور أيضا مهم في المجال ديال الجودة ديال 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 التعلمات. هناك من خلال هذه المجموعة واحد العدد ديال الابتكارات اللي هي كاينة الآن واللي احنا باغيين من خلال التقييم اللي تنقوموا به نشوفوا كيفاش نستافدوا من هذه التجربة باش في المستقبل يتم تعميمها من بعد ما يكون هذا التقييم. ولكن لحد الان اللي تنشوفوه وتنلاحظوا هو بان هذا تيساعد واحد العدد ديال المديرين المؤسسات باش يقوموا بالدور ديالهم ويساهموا في جوده المدرسه العموميه. معك المدير رفيق كريم، مدير مدرسة ابن خلدون الابتدائية. شرفنا اليوم بزيارة ديال السيد الوزير لهذا المؤسسة ديالنا اللي كيتفقد فيها عدة أوراش تعليمية، مثل مثلا على مستوى التعليم الابتدائي في مجال الأنشطة الاعتيادية، ولا في مجال الشراكة اللي كتربطنا بالمدرسة العليا للأساتذة كلية علوم التربية اللي هما كيقوموا بالدعم الأساسي لتجاوز التعثرات على المتعلمين الصغار، أو في الفرصة جيل الفرصة الثانية للطلبة اللي هما فقدوا مناصب في المؤسسات التعليمية، وبالتالي تعطاتهم هذه الفرصة باش يندمجوا في سوق الشغل. وشكرا. السلام عليكم، أنا هيد القدوري تلميذة من تلاميذ الفرصة الثانية الجيل الجديد الاتحاد الوطني لنساء المغرب بتطوان. أنا كنقرا هنايا في الفرصة الثانية شعبة الصيانة المعلوماتية، فيها صيانة الحواسيب والهواتف. منها صيانة الحواسيب كنصلحوا الحواسيب وحتى الهواتف، كنعملوا لهم التجميع والبرمجة وحتى الروبوتيك. مديرة الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي، الثانوية التقنية بتطوان. حضور سيد الوزير اليوم لمدرسة طريق الوحدة التابعة لمديرية تطوان والمنضوية تحت مجموعة المدرسية المندمجة قاسم الزهيري، جاء للتعرف على معنى هذه الآلية. آلية المجموعة المدرسية المندمجة هي آلية عمل ناجعة أو فعالة لخلق جسور ما بين الأسلاك ما بين السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي. لماذا؟ لأن مكونات هذه المجموعة المدرسية المندمجة هي
المؤسسات الابتدائية والإعدادية التي هي رافد لثانويات محددة، مثلا مجموعة قاسم الزهيري الثانويات الإعدادية والابتدائية الرافد لها هي المنتمية لهذه المجموعة، حيث أن التلاميذ ينتمون تقريبا لنفس الوسط الاجتماعي أو الاقتصادي، من الممكن أن يعانوا من نفس المشاكل، لديهم خصوصيات مشتركة، بالتالي يمكن حل المشاكل التي قد يعانون منها بشكل مشترك، تدبير تشاركي ما بين السادة المديرين وتدخل المصالح المديرية الإقليمية في شخص رئيس مصلحة الذي يكون عضوا في هذه المجموعة، كذلك أطر التوجيه، مفتشين تربويين على مستوى ثانوي تأهيلي وكذلك الابتدائي. يعني هذه الآلية هذه هي واحد الآلية فعالة وجميلة جدا اللي ممكن أنها تساهم في جهود العرض المدرسي، وبالتالي العمل على تنزيل خريطة الطريق أحسن تنزيل. يعني هذه أنا يعني شخصيا أظن أنها من الممكن أن تساهم في تنزيل خريطة الطريق بشكل أكثر نجاعة وفعالية. نرجو جميعا أنه يتم تقاسم ديالها أو أنها تتم تعميم ديالها وطنيا، وبالتالي تكون هي واحد الآلية جديدة للتدبير. الأصل ديالها هو جماعة الممارسات المهنية، ولكن بشكل أكثر تحديد وأكثر تحديث أيضا، وشكرا جزيلا.